السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلى مجنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة. فيديو اليوم غتكون وصفة سبيسيال، وصفة اللي بزاف سيدات طلبوها مني، ووصفة اللي جيت باش نديرها لكم إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم يا رب. ولكن قبل كل شيء البنات، أدعوكم للإشتراك في القناة ديالي دائما إلهام شانيل بالضغط على زر الإشتراك، كتلقاوه تحت من القناة باللون الأحمر مكتوب عليه الإشتراك أو إشترك، فما تنسوش انكم تضغطوا عليه. ايضا تبركوا على الزر المجاور له اللي هو زر الجرس، كم ستوصلوا بكل ما هو جديد، وايضا توصلوا بكل ما هو فيديو، يعني انفو نحط فيديو انفو توصلكم اشعار انني حطيت فيديو. دونك ما تنسوش انكم تضغطوا عليهم بجوجهم، وتأكدوا من انكم مشتركين في القناة. ايضا ما تنسوش تدعموني بلي لايك ديالكم وبتعليقاتكم الرائعة في خانة التعليقات. ودابا غنمشوا للوصفة، طريقة التحضير وايضا المكونات. اول مكون ستحتاجون اليه في هذه الوصفة اللي هي ديال العكر الفاسي، اي العكر ديال 24 ساعة. سيدات اللي خارج المغرب يقدروا ما يعرفوش، اما بالنسبة للسيدات اللي في المغرب فكتعرفوا العكر ديال 24 ساعة، دائما احنا السيدات كنا كنستعملوه. فهو رائع، جو بونس الثمن ديالو كيدير 5 دراهم الى ما فوق، اكيد على حسب الكاليتي وعلى حسب يعني اللون ديالو، واش فاقع ولا ماشي فاقع. اكيد يعني كاينين درجات وكاينين اشكال وانواع، واكيد الثمن كيبقى راجع لكل سيدة. انا هنا خديت العكر الفاسي اللي ديجا ذوبته، وغادي نشرح لكم بالتفاصيل المبله ان شاء الله في هذا الفيديو. وبالنسبه لهذه الوصفه كيف ما قلت لكم، فغادي تحولوا العكر الفاسي ديالكم ديال 24 ساعه الاخضر او اي لون اخر، لانه ولاو فيه الوان، كاين حتى الموف، كاين حتى الاحمر، كاينين بزاف الالوان صراحه. دائما خذوا اكيد يعني الاختيار الانسب كيبقى لكم، خذوا اي لون بغيتوا، المهم العكر الفاسي ديال 24 ساعه والسلام. كيف ما قلت لكم، فبالنسبه لهذه الوصفه هذه غتحولوا العكر ديالكم ديال 24 ساعه الى كريم لترطيب البشره وعلاج تشققات القدمين عفوا والرجلين ايضا. فجيسبر وصلت اليوم تنال الاعجاب ديالكم بعد ما شرحت لكم. غادي دابا نمشوا للمكونات وطريقه التحضير. اول مكون ستحتاجون اليه هو حليب الجسم او بما يسمى بالفازلين، يعني اما الحليب اللي كنستعملوا للجسم ديالنا اولا الفازلين. انا هنا خديت كريم نيفيا سوفت اللي صراحة كيعجبني وديما كنستعملو، كيجيني حسن من نيفيا العادية. خدو دائما الاختيار كيبقى ليكم، اما فازلين سواء اللي كدير 5 دراهم او اللي كدير 25 درهم الى ما فوق، او حليب كامل دسم ديال نيفيا سوفت او لا نيفيا العادية او لا اي نيفيا بغيتو. اتحتاجوا العكر الفاسي الاحمر، انا هنا خديت الاحمر يعني اللي كيكون لون ديالو احمر، كاين اللي كيكون لون ديالو اخضر، وكاين يعني كاينين بزاف الالوان. وذوبتو كيف ما كتشاهدوا راني مذوباه. وغتحتاجوا زيت الليمون، اما زيت الليمون اما مات الليمون اما مات الحامض، اما زيت الحامض اما زيت الليمون، دائما خذوا اللي بغيتوا. انا هنا خديت زيت الليمون لانه فيه ريحه طيبه وغيخلي لي القديمات ديالي وايضا الرجيلات ديالي رائعين وفنين وفيهم رائحه طيبه. ايضا ستحتاجون الى زيت الورد، انا هنا خديت هذا ديال ماركوليا كير، خذوا اي زيت ورد بغيتوا او بالاحرى ماء ورد، يعني الا ما متوفرش عندكم زيت الورد خذوا ماء ورد، حتى هو زوين وغيخلي لكم القديمات ديالكم او الرجيلات ديالكم رائعين وغزالين وفيهم رائحة طيبة. دابا غنخلط جميع المكونات اللي كتكون من الحليب والعكر الفاسي والليمون وزيت الورد، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم، فابقوا معايا. وبعد ما خلطت جميع المكونات البنات اللي كيتكونوا من زيت الليمون او زيت الحامض او ماء الليمون او ماء الحامض، يعني انا هنا خففت عليكم، الا ما كانش عندكم زيت الليمون ممكن تعوضوه بزيت الحامض، الا ما كانش عندكم زيت الليمون وزيت الحامض ممكن تعوضوه بماء الليمون او ماء الحامض، دائما الاختيار كيبقى لكم. ايضا غتحتاجوا الى زيت الورد او ماء ورد، الاختيار دائما الانسب كيبقى لكم. وايضا غادي تحتاجوا الى العكر ديال 24 ساعه، وستحتاجون الى اخر مكون هو الفازلين او حليب الجسم. كيف ما كشفتوا انا هنا خديت نيفيا سوفت، نتوما خذوا اي اختيار بغيتوا، كيف ما كتشاهدوا انا هنا خديت نيفيا سوفت، نتوما ممكن تختاروا اي حاجه بغيتوا سواء الفازلين او نيفيا سوفت او نيفيا العاديه او كريمات لترطيب الجسم بالكامل.
انا صراحه نيفيا سوفت كتعجبني، كيجيني الترطيب ديالها زوين وما كتخليش ديك البشره يعني دهنيه بكثره، يعني كتخليها لحد القد كيف ما تنقولوا حنا. وبعد ما خلطت جميع المكونات صبحت النتيجه عندي على هذا الشكل هذا. انا هنا جاني السائل صراحه سائل شويه اكثر من اللازم. نتوما حاولوا تخليو الكريم كثيره مع العكر الفاسي كثير، وخذوا دائما الكميه، ما تحاولوش تكثروا زيت الليمون وزيت الورد بزاف، يعني خذوا الكميه قليله باش كومسا ملي تخلطوا المكونات ما يجيكمش الكريم سائل، لانه غادي تحتفظوا به في علبه زجاجيه او بلاستيكيه وتبقاو تستعملوه كل يوم في الليل. توضعوا على القديمات ديالكم والرجلين ديالكم بالكامل، من بعد توضعوا تلبسوا التقشرات او الجوارب، تعملوا جوج كومسا مني يعني تكونوا جالسين في اي بلاصه ما تحاولوش تعمروا البلاصه اللي جالسين فيها. ومن الصباح يعني تنوضوا توصلوا القدمين ديالكم بالماء البارد أو الدافئ، وبصحة والراحة، وأكيد ترطبوا القدمين ديالكم البنات ضروري بأي كريم عندكم وبأي فازلين عندكم البنات. جيسبيغ وصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم، والوصفة ديالي تكون زوينة لكم ومفيدة. هاد الوصفة البنات كتخلي القديمات حمرين بالنسبة للسيدات اللي كيقلبوا على هذا الموضوع هذا، خصوصا حنا مقبلين على فصل الصيف، فدائما يعني كنبغوا نلبسوا سنيدلات، كنبغوا نبانوا بسنيدلات، فدائما البنات هاد الوصفة هادي دائما استعملوها، إن شاء الله غتحصلوا على احسن نتائج، وغتحصلوا حتى على القديمات الحمر اللي كتبغي كل سيده ملي تلبس صنداله في الصيف، اكيد ويكونوا رجيلات ديالها غزالين وفنين. فهاد الوصفه الا استعملتوها يوميا في الليل ولبستوا الجواربكم ما تعمروش البلاصه اللي جالسين فيها او البلاصه يعني اللي غادي تنعسوا فيها، فالا استعملتوها كيف ما قلت لكم يوميا في الليل بمده يعني واحد الاسبوع او اسبوعين، غتحسوا بالرجيلات ديالكم يعني الفرق الشاسع كيف كانوا وكيف ولاو كما تنقولوا حنا. جيسبيغ وصفه اليوم بداتنا الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا فيها ونكون عطيتكم فكره ايضا رائعه لهذا الفيديو. ما تنساوش قبل ما تخرجوا انكم تضغطوا زر اللايك، ايضا تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، ايضا تضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس، ايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات وسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط في صندوق الوصف، وتخليوا لي تعليقاتكم الرائعه في خانه التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله في لابروشين فيديو. السلام عليكم.